بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. عبد الرحمن هيساعدنا النهاردة في الإضافة الجديدة اللي طيرنا على الصوت. تابعوا الفيديو النهاية، الفيديو قيم جدا، معلومات قيمة جدا، معلومات عن البط. عايزين أوريكم بس إيه الدفعة الجميلة من أجمل طائر في العالم كله، البط الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جميل، فيديو قيم، فيديو هام لكل محبي تربية الدواجن وخاصة طائر البط. ونخصص هذا المقطع لنوع محدد من أنواع البط، والبط المسكوفي. وقبل الحديث عن البط المسكوفي نتحدث عن فوائد لحم البط. يحتوي لحم البط على نسبة جيدة جدا من السيلينيوم التي تعمل على تحسين صحة القلب والشرايين، إلى جانب مضادات الأكسدة المختلفة، ويعالج الضعف العام والأنيميا خاصة. كما أن وجود عنصر الزنك في لحم البط يقوي جهاز المناعة، كما أن أوميجا 3 والأحماض الدهنية تحسن من نسبة الكوليسترول في الدم، واحتواء لحم البط على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم يقوي العضلات والعظام. فلحم البط هام جدا للشباب والأطفال، وخاصة الذين يمارسون الرياضة. يعتبر البط المسكوفي من أفضل أنواع البط في التربية، وخاصة التربية المنزلية، لأن صوته منخفض جدا. يحب البط المسكوفي تناول الخضروات بكثرة، كما أنه يحب المساحات الواسعة، ويحب الطيران والرقاد على الأماكن المرتفعة. فترة تسمين البط المسكوفي المعدل الذبح من 18 ل 20 أسبوع، ويجب ألا تزيد المدة عن ذلك، لأن زيادة المدة تعني زيادة استهلاك العلف، وهذا العلف لن يدخل في تكوين اللحم، بل سيتجه إلى الريش والدهور. بعد 20 أسبوع يجب التخلص من الطيور سواء بالذبح أو البيع، لأن طول الفترة عن ذلك قد تؤدي إلى خسائر بسبب استهلاك العلف، وهذا العلف المستهلك سوف يتجه إلى تكوين الدهون وتكوين الريش الجديد. فبعد 20 أسبوع تقوم الطيور بعملية القلش وتغيير الريش، وهذه العملية تؤدي إلى ظهور الزغب على جلد الطيور، وهي صفة غير محببة أبدا للمستهلك. يصل وزن الذكر إلى 5 كيلو جرام والأنثى 3 كيلو ونص، ويجب الحذر عند شراء صغار البط، فكثير ما يقوم أصحاب المزارع بشراء ذكور البط من المفرخات والتخلص من الإناث في الأسواق الشعبية. فعند شراء البط يجب شراءه من مصدر ثقة، وإلا سيتفاجأ المربي بأن القطيع كله من الإناث، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة. قبل شراء البط يجب التأكد من نظافة المكان تماما. البخاخ ده مهم جدا لكل محبي تربيه الدواجن وزراعه الاسطح، اشتروه. البخاخ ده كل الناس بتشتكي منه، بتشتكي منه ليه؟ بيقولوا لي اعطاله كتيره جدا وبيبوظ مننا بسرعه. هعمل لكم فيديو مخصوص عن طرق تصليحه وطرق صيانته، وازاي احافظ عليه مده طويله جدا، ولو باظ في اي شيء او حصل في اي عطل ازاي تصلحه. تابعوا القناه، القناه دايما حريصين دايما في قناتنا على ان احنا نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد للتوفير في المنزل. يجب التأكد تماما من أن الحشرات لا تصل أبدا إلى صغار البط، وأنا أقوم بوضع مصيد لهذه الحشرات، وطريقة صنع هذه المصيدة موجود في القناة، يمكن الرجوع إليه. البخاخ ده معايا بقاله حوالي أكتر من 5 سنين تقريبا، من 5 سنين، وده عمر قياسي بالنسبة للبخاخات دي، وهعرفكم السبب برضو إزاي قعدوا معايا مدة طويلة. معايا نوع من أنواع المطهرات الفيروسية بيسموه فالكون إكس، استخدمه في التطهير. على فكرة مطهر قوي جدا، مفيد جدا، اثبت فاعلية، وسعره رخيص، ومحدش يضحك عليكم ويديكم اسعار غالية. انا شاري الكيس ده ب 15 جنيه مصري، انا منه بشرب منه وانا بستخدمه، يعني رشيت منه كتير جدا، بستخدمه كتير جدا، ولسه فاضل ياما، ولسه فاضل فيه ياما. انا بقى اللي هرش المرة دي. وكقاعدة عامة يجب تطهير المكان بشكل جيد جدا، مع عدم إغفال أي جزئية أو أي مكان بدون عملية تطهير، وهذا المطهر على وجه الخصوص يمكن رشه على الطيور الحية بدون أي مشاكل. وبعد ما طهرت المكان كويس هبدأ بقى أطهر الحضان بتاع البط اللي هتحط فيه البط. البط أقوى من دجاج التسمين بكتير، وأقوى من الدواجن العادية. البط بيستحمل درجات الحرارة الباردة، بس انا هشغل الحضان ده بالليل بالنهار عشان احنا في الصيف والجو معتدل، فانا مش هستخدم الحضان ده الا بالليل فقط. الحضان ده انا عامله يدوي، اثبت كفاءه عاليه جدا، عازل ممتاز الحراره، سهل، طريقه عمله سهله جدا، موجود في القناه، ومع عبد الرحمن هحط له الرابط بتاعه في صندوق الوصف، يمكن الرجوع اليه باذن الله. تمام، ان شاء الله. ان شاء الله.
فترة التحضين هي أهم مرحلة من مراحل تربية البط، وهي تمتد حتى 20 يوم حتى يكون البط قادر على الاعتماد على نفسه، ويتم فرش الحضان بالقش أو النشارة بسمكة حتى 5 سنتي، ويدخل البط الحضان عند شعوره بالبرد ويخرج منه للعب والأكل. أما بالنسبة للتربية المكثفة ويتم التحضين في العنبر نفسه. ومن أهم شروط التربية الناجحة هي الاهتمام بالفرشة للحفاظ على جفاف الطيور وعدم رفع نسبة الرطوبة. فرفع نسبة الرطوبة في الحظائر أو بلل الطيور أو ارتفاع الرطوبة تعرض الطيور لكثير من الأمراض وأخطرها مرض الكوليرا. يحتاج البط المسكوفي إلى كثير من المياه، والمساقي العادية لا تصلح لتربية البط بعد بلوغ 20 يوم، فيحتاج البط إلى مساقي واسعة تسمح بدخول كامل الرأس أو كامل المنقار في المياه ليحافظ الطائر على نظافته ويستحم. فاستخدام مساقي مياه واسعة شرط هام جدا لنجاح التربية. دايما أحب أستقبل الدواجن بتاعتي بالدواء بتاعي اللي هو كلوروموفيكول لمدة 3 أيام، خد على نفس كده. دواء ممتاز جدا، بيدي مناعة للطيور. عبدو حط لي فيشة الحضان كده يا حبيبي. فيشة الحضان. طبعا انا بستقبل البط بتاعي في اول ما بجيبه بعلب بروتين 23% بادي ناعم زي ما انتم شايفين كده. اما انا في الغالب وفي الاحيان الكتيرة وفي معظم انواع التربية بتاعتي انا بصنع العلف عندي في البيت، وعندي فيديو تصنيع علف البط في المنزل موجود في القناة تقدروا ترجعوا. اما ليه انا بستخدم العلف الجاهز حاليا؟ لان العلف المنزلي مش متوفر وما عنديش الوقت الكافي اني اصنعه، لان البط ده عشان اوفر في تكلفته انا هبتدي استقبله لمدة بسيطة لحد العلف ده ما يخلص، وبعد كده هصنع انا العلف بتاعي في البيت، العلف الخاص بتربية البط. والمتابع القناة ومشاهد القناة هيشوفني فعليا وانا بعلف البط بتاعي العلف اللي هنصنعه، وهتشوفوا الفرق ان العلف اللي هصنعه في البيت هيبقى افضل بكتير جدا من الجاهز. تعالوا مع بعض نملى بقى ايه العلف. احنا كمان عاملين قائمة الاعلاف صنع الاعلاف في المنزل لو حابين ترجعوا. على فكرة تصنيع الاعلاف في المنزل بيوفر كتير جدا من الاموال، وبيؤدي الى ان التربيه بتكون تربيه ناجحه جدا وموفره وناجحه 100%. صناعه الاعلاف محتاجه خبره بسيطه جدا من خلال التجربه والخطا، ومن خلال ان بتعامل مع تجار محترمين بيدوني خامات ممتازه بقدر اصنع علف ممتاز. محبي تربيه الدوابر ومشاهدي القناه، انا من خلال حطي عبد الرحمن البط في الحلقه، انا من خلال صناعه الاعلاف في المنزل بقدر اوفر اموال كثيره جدا من التكلفه الاجماليه لتربية الدواجن بتاعتي، سواء كان دجاج تسمين او دجاج لاحم زي ما بيسموه دول الخليج او البط بتاعي. الى ان المشكلة عندي هنا ايه؟ المشكلة عندي هي حاجتين، انعدام الخبرة لسوق الخام. انعدام الخبرة بتيجي مع التجربة والخطأ وتكرار صناعة العلف انا بتعلم. الخامة لازم اكون عندي المعرفة الكافية بالخامة اللي قدامي ونسبة البروتين فيها، لان اكبر مشكلة في العلف هي نسبة البروتين، لان اغلى خامات هي الخامات التي تحتوي على نسبة بروتين عالية. البط بتاع ده باذن الله انا هشغله لمده 7 ايام على الاعلاف الجاهزه، بعد كده هكتب له العلف انا عندي في البيت عشان اخفض تكلفه الانتاج، وكمان هديله وجبه كويسه جدا بعد 10 ايام من الخضروات المزروعه عنده على السطح، وهتشوفوا الفرق بنفسكم باذن الله. تابعوا القناه، ادعوا الله سبحانه وتعالى وادعوا لنا ان ربنا يبارك فيهم ويبقى قطيع ممتاز من البط المسكوف. أما أهم أسباب فشل تربية البط، أولا خلط البط الجديد مع دواجن قديمة أو عدم الاهتمام بالنظافة وتقديم وجبات متوازنة. ثانيا ترك المياه فترة طويلة قد تتخمر وتسبب مشاكل كثيرة. ثالثا عند تقديم علف مرطب يجب أن يستهلك بالكامل خلال ساعة وإلا يرفع فورا، كما يجب عزل أي طائر تظهر عليه علامات المرض فورا حتى لا يصاب باقي القطيع بالمرض. ولأن طيور البط المسكوفي من أكثر أنواع الدواجن التهاما للخضروات،
فعند الاحتفاظ ببعض هذه الحيوانات للإنتاج المنزلي والتفريخ يجب إطعام هذه الطيور بكميات كبيرة جدا من الخضار. وأنا أنصح جميع مربي هذا النوع من البط سواء في المزارع المفتوحة أو الأسطح بزراعة مساحات واسعة من الأعلاف، من نباتات الأعلاف مثل الضرورة السكرية في الصيف ومثل نبات البرسيم في الشتاء لتقديمه لهذا النوع من الدواجن. وتميز البط المسكوف بخاصية الرقاد، فترقد الأم على البيض وتقوم برعاية الصغار حتى تعتمد على نفسها. في نهاية الفيديو أحب أشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، وإن كان لكم أي استفسار فاكتبوه في التعليقات وسأقوم بالرد عليه فورا. وفي النهاية أحب أذكر حضراتكم أيضا بقناتنا الثانية وفر في بيتك منوعات سلاسة الخاصة بالمقاطع القصيرة والخاصة أيضا بأخطاء الفيديوهات أو كواليس الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.